مساء الخير عليكم. هذا المكان قلت فيه عبارة ولازلت أنا أصر عليها. المكان الأول عندي أنا على مستوى القطيف اللي فيه تنوع لاحتياجات المطبخ. كيتشن زون هذا المكان أنا شخصياً عميل عندهم وعميل دائم للي يبحث عن منتج يكون فخم، منتج يكون راقي، منتج يكون عليه ضمان، منتجات كلها ماركات عالمية ومعروفة بأسعار تنافسية يجي كيتشن زون. أبدأ معاكم بمحضرة السلطة. شهر رمضان ومحتاجين السلطة تكون على سفرتنا. هذا المنتج أبدأ فيه لأنه ترند عليه طلب مرة قوي. طبعا هذه المحضرة حق السلطة يجي معاها 4 أمواس، 1 ناعم، 1 خشن، 1 حق الهرس، 1 حق الشرايح. سلام، شوفوا كيف هذا تصوير إليها. شوفوا الخيار كيف، شوفوا كيف الجزر. يا سلام، يعني السلطة ما تاخذ عندنا وقت ومقطعة بطريقة احترافية. يا سلام، شوفوا كيف شرايح الخيار دوائر بطلة صح. شوف السعر من 190 ريال إلى 139 ريال. هذه راح يكون عليها طلب مرة قوي. مشروبنا الرمضاني نخليه مشروب صحي، عصارة البرتقال 2 في 1. تحط البرتقالة هنا وهنا على طول تنقطع، هي نصفين ونص هنا ونص هنا، وأحلى عصير برتقال فريش يا حبيبي. والسعر من 130 إلى 92 ريال. يا جماعة ليش كيتشن زون مختلف عن أي مكان؟ التنوع والأفكار اللي موجودة فيه. بصراحة أنا أقول قلبي الصغير لا يتحمل عجل النسوان. وإيش يقولوا؟ مكينة صنع أو آلة تحضير الجيمات، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وواحدة معوجة، عندكم هذا الجهاز كده يا حبيبي. ومن 390 إلى 199 ريال. عينك على التنوع. الاير فراير، القلاية الهوائية، عندكم فيليبس، عندكم تيفال، عندكم أوكرينا، عدة ماركات. السيف مرة عجبتني هالقلاية، حجم عائلي 9 لتر. طبعا الشاشة اللي هنا لمس، وهنا فيها تقسيمة، ممكن تحطون هنا البطاطا، ممكن تحطون هنا البروستد. والسعر يا حبيبي السعر من 490 إلى 329 ريال. يعني هم نتكلم عن جودة وهم نتكلم عن تحدي الأسعار. احنا في القلايات الهوائية، شوف الخيارات اللي موجودة عندهم يا جماعة. هذا 2 في 1، قلاية هوائية وفرن، هذه عليها طلب مرة قوي، من 280 ل 219. شوفوا حجمها، شوفوا شكلها الجميل. وهذه قلاية الزيت اللي يحبون المقرمشات. وشوفوا السعر 199 ريال بس. وهذه أيضا قلاية زيت، عروض قوية. منتج وعندهم منه عدة خيارات وعدة أحجام. العجانات نحتاجها بشهر رمضان. وهذه ماركة ام جوي، شوفوا الحجم حقها يا جماعة، راح نتفاجأ بالسعر. 5 لتر من 330 إلى 239 ريال بس. لما أقول كيتشن زون مختلف حرفيا مختلف. قدور الجرانيت، تتكلم عن منتج هاي كواليتي 17 قطعة. شوفوا السماكة 4 ملي، عندكم هذا لون وهذا لون آخر. والسعر من 420 إلى 329 ريال. عندنا هذا الطقم صناعة تركية مكون من 5 قطع، وبكم؟ ب 219 ريال، من 290 ريال. سهلناها عليك وجهزنا الهدية. بصراحة مرة عجبتني الفكرة، بطلة الفكرة يا جماعة. متعودين إحنا بشهر رمضان لما نروح كذا جمعة ما نروح يدنا فاضية، ودنا نودي هدية مرتبة. كيتشن زون سهلها علينا. شوفوا هذا الطقم 12 قطعة حق 4 أشخاص، 79 ريال. طقم سفرة ب 79 ريال، مرتب مرة حلوة فكرته. عندنا هنا عدة خيارات. شوفوا هذا طقم القدور، قدور ومقلة وحركات من 220 إلى 139، 9 قطع، ومنه بعد لون ثاني. بصراحة مرة عجبتني. حقين المزاج الفي 60، لا تروحوا يدك فاضية، دلع الشخص اللي رايح له. زي هذا حلو اشتري لابو علاء استكانات شاي وكذا، بس ما بشتري. شوفوا التنوع اللي موجود عندهم بقدور الستيل. على فكرة يا جماعة قدور ستيل اكثر صحيا حق الطبخ. الحاجة الثانية معمرة، عمرها طويل. بعدين قاعد تتكلم هنا عن ماركات تركية، تتكلم عن منتج هاي كواليتي. على قولتهم القدور الستيل تورث، تعيش عمر طويل حرفيا يا جماعة. شوفوا يا جماعة هذا الحجم الكبير، وعدنا هنا من 140 إلى 99 ريال. الله، حق هريس حق صالونة هذه 100%. وهذه أطقم الجرانيت، وكلها شركات عالمية، كلها عليها خصومات. طبعا هذا خيار الأطقم، وعندهم أيضا خيار بالحبة. يعني لو حبيت تاخذ فقط قدر مقاس معين، ما حبيت تاخذ طقم، وكلها عليها خصومات. شوفوا الأسعار يا جماعة، عينك على الأسعار.
نكمل باقي جولتنا نعطيكم بعض الأشياء اللي موجودة عندهم. المكان كبير ما أقدر أغطيه، حق الحلى، حق الكيك، القوالب، كل الخيارات موجودة عندهم. الله، هنا ما يحتاج أتحدث، السنابة تتحدث. شوفوا يا جماعة، شوفوا الخيار الجميل الحلو، أشكال شعبية جميلة جدا، وعندكم خيارات كثيرة. بكيتشن زون حتى أسلوبي في التغطية يختلف، مو أسعار وتخفيضات، لا لا لا، هنا تستمتع وأنت تغطي، تشوف تنوع الماركات، تشوف الصناعات، تشوف طريقة العرض المميزة، الخيارات اللي وانت تتسوقي تقدري تقارني. شوفوا هذا الخلاط من 120 إلى 79 ريال، إم جوي من 120 إلى 89 ريال، يعني نحكي تنوع، نحكي فخامة، نحكي تميز، ونحكي عن أسعار. اسمحوا لي أطول بالسنابة لأن ترى في حركات هنا. شوفوا سخان الساندويتش، هذا سخان الساندويتش 2 في 1، حق وافل وتنفك وتتنظف وتركبون حق الساندويتش، من 180 ل 129 ريال ماركة السيف. هم جودة وهم أسعار. شوفوا هذه ماركة السيف، هذه كم؟ هذه 6 في 1. شوفوا هذه التركيبات اللي معاها، حق وافل، حق بانكيك، حق ما الله الله الله، دونات، سمبوسة، حركات، وبكم؟ 299 ريال. صانعات القهوة، أحكي يا جماعة، من المبتدئة إلى الاحتراف كل الخيارات موجودة عندهم. خيارات المكانس، المكانس العادية والمكانس حق غسيل السجاد. شوفوا هذه عليها طلب مرة قوي يا جماعة. بالإضافة هنا عندنا اللي هو البراميل حق النفايات، الله يكرمكم، ستانلس بشكل مرتب، نوعيات اللي ما تبصم. شوفوا الخيارات اللي موجودة، يعني اللي يبحث عن شيء مميز، وإغلاق عشان الروائح. العناية الشخصية، أنا أقول لكم قارنوا الأسعار. هذا جوي ومعروف سعره بكل مكان، من 230 هنا إلى 199 ريال في العرض الرمضاني. عندهم خيارات كثيرة، قسم الملاعق والسكاكين والشوك، خيارات كثيرة، ومثل ما قلت لكم كلها منتجات هاي كواليتي وبأقل الأسعار. شوفوا خيارات المقالي، ما شاء الله تبارك الله، كيتشن زون تنوع. قلت عليكم بالتغطية، هذا آخر مقطع، الأفران والميكروويفات، من المقاسات الصغيرة إلى المقاسات الكبيرة. يعني هذا من ماركة إم جوي، ميكروويف وشواية بنفس الوقت، 489 ريال. شوفوا الخيارات اللي موجودة، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا حجم الأفران الكبيرة هذه، يعني هذا عندكم هامور، عندكم دبيحة. شوفوا السعر، سعرهم مرة حلو. هذا موقع كيتشن زوم، موجود بالقطيف المجيدية شارع القدس، بعد النصر الرياضي. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل ومتجرهم الإلكتروني.